مرحبا عاشر، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله رح نكمل على الدرس اللي بلشناه المرة اللي فاتت. حكينا عن التيار الكهربائي، فرق الجهد والدافع الكهربائية. اليوم رح نكمل على هذا الموضوع بقانون أوم والمقاومة الكهربائية. طبعا قانون أوم والمقاومة الكهربائية، بداية بدنا نحكي عن تركيب الدارة البسيطة اللي حكيناها قبل هيك، اللي هو بتتركب الدارة البسيطة من مصباح وبطارية وأسلاك توصيل ومفتاح لهاي الدارة. مجرد ما سكرنا المفتاح، أغلقنا المفتاح، رح يسري تيار في هاي الدارة، مصدر فرق الجهد اللي هو البطارية. وهذا التيار اللي طبعا البطارية يعني مصدر الطاقة فيها، والتفاعلات الكيميائية اللي بتصير فيها بتتحول الطاقة الكيميائية داخلها إلى تيار كهربائي أو طاقة كهربائية في الأسلاك، وبيمر هذا التيار داخل المصباح، وداخل المصباح بتتحول التيار ل الطاقة الكهربائية اللي هي التيار الكهربائي، بتتحول لطاقة ضوئية زائد طاقة حرارية. عشان هيك بعد فترة رح نلاحظ إنه هذا المصباح رح يكون ساخن شوي بعد فترة نتيجة تحولات الطاقة اللي بتصير في هاي الدارة. هل دائما مصدر فرق الجهد نفسه؟ هل دائما له نفس القيمة؟ شو تأثيره إذا غيرنا فرق الجهد؟ شو تأثيره على التيار؟ شو تأثيره على الإضاءة؟ هذا اللي رح نحكيه اليوم بقانون أوم من خلال النشاط الآتي. أنا عندي هون دارة كهربائية بسيطة. قبل ما أسكر هاي الدارة بدي أخلي فرق الجهد. إحنا قلنا إنه شرط سريان تيار كهربائي هو وجود فرق جهد بين أي نقطتين عشان يسري تيار كهربائي. ما في فرق جهد، ما في تيار كهربائي. لو خلينا فرق الجهد قيمته صفر، هل رح يسري تيار كهربائي؟ خلينا نشوف. سكر الدارة، ما رح يسري تيار. طبيعي إذا كان فرق الجهد صفر، ما في فرق جهد، ما في تيار كهربائي، لن يسري تيار كهربائي إلا بوجود فرق جهد بين النقطتين. لو أجيت أقيس التيار الكهربائي باستخدام الأميتر، راح ألاقي إنه التيار الكهربائي صفر. بدي أزيد قيمة الجهد، شو تأثير زيادة الجهد على التيار الكهربائي؟ بدي أخلي الجهد 20 مثلاً، هاي 20 فولت قيمة فرق الجهد. بالفولت ميتر برضه قسنا فرق الجهد، أكدنا على قيمته باستخدام الفولت ميتر، طلع عندي التيار باستخدام جهاز الأميتر 2 أمبير. لاحظوا إنه أنا هون ما بدي أغير المقاومة، المقاومة رح أخليها ثابتة، بس اللي رح أغيره هو فرق الجهد، وأشوف شو تأثير فرق الجهد زيادته على التيار الكهربائي. بدي أخلي فرق الجهد هلا 40 فولت، بدي أزيده ل من 20 ل 40 فولت. إذا زدت فرق الجهد ل 40 فولت، شو اللي رح يصير بقيمة التيار؟ زاد ل 4 أمبير. بدي أزيده كمان، كل ما زدت فرق الجهد رح ألاحظ زيادة في قيمة التيار الكهربائي. زدت فرق الجهد ل 60 فولت، زادت قيمة التيار لستة أمبير. لو زدت فرق الجهد كمان لثمانين فولت، راح تضلها قيمة التيار إيش يصير فيها؟ راح تزيد قيمة التيار لثمانية أمبير، وهكذا. مين اللي ثابت هون؟ المقاومة ما غيرتها. إذا بنلاحظ إنه كلما زاد فرق الجهد زاد التيار الكهربائي بثبات مين؟ بثبات المقاومة، أو لنفس المقاومة وبثبات درجة الحرارة. هذا اللي توصل له أوم من خلال تجاربه، و نص قانونه على شكل أن التيار الكهربائي المارفي موصل يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي بثبات درجة الحرارة، لأن تغيير درجة الحرارة رح يأثر على المقاومة، وإذا تغيرت المقاومة رح يأثر في العلاقة بين الجهد والتيار. بهذا النشاط لو ترجمنا كل شيء عملناه بالنشاط وعبيناه بهذا الجدول، غيرنا قيم فرق الجهد من 0 ل 20 ل 40 ل 60 ل 80، و قيمة التيار كانت تزيد بزيادة فرق الجهد وزيادة منتظمة. عشان هيك رح تطلع العلاقة بين فرق الجهد والتيار لو رسمت رسم بياني، بما أنه الزيادة كانت بانتظام بفرق الجهد وكانت بانتظام بالتيار، رح تطلع العلاقة علاقة خطية طردية بين فرق الجهد والتيار. رح نلاحظ أنه الخط خط مستقيم، عبارة عن خط متزايد، وهي علاقة تعني أن العلاقة طردية بين فرق الجهد والتيار بثبات مين اللي كان ثابت وما تغير هون؟ بثبات المقاومة. طبعاً لو طلعت ميل هاي العلاقة، شو راح تمثل لي ميل هاي العلاقة؟ عشان أطلع الميل شو بحتاج؟ بحتاج لفرق الصادات على فرق السينات. مين عندنا على الصادات هون؟ عندنا على الصادات فرق الجهد، وعندنا على السينات تيار كهربائي. اختار أي نقطتين بدك إياهم من الصادات. مثلاً بدي أختار العشرين مع الثمانين. العشرين عبارة عن إيش؟ عبارة عن جهد أول، والثمانين عبارة عن جهد ثاني. اخترت نقطتين من الصادات، سميت هاي جيم واحد، وهاي بدي أسميها جيم اثنين. طبعا شو التيار اللي مقابل للجهد 20؟ التيار المقابل للجهد 20 هو اثنين، معناته هاي رح تكون تا واحد مقابل جيم واحد. شو التيار المقابل للجهد 80؟ ثمانية، معناته هاي شو رح تمثل؟
تمثل التيار الثاني المقابل للجهد الثاني. أخذت قراءتين من الصادات وقراءتين من السينات. هلا بدي أشوف فرق الصادات على فرق السينات شو راح يعطيني؟ راح يعطيني الميل، معروف إنه الميل وفرق الصادات على فرق السينات بالرياضيات. بدنا نطلع هلا الميل. طبعا علاقة فرق الجهد بالتيار علاقة خطية طردية بثبوت المقاومة. قانون أوم، راح نطلع الميل اللي هو دلتا جيم على دلتا تا، راح ناخذ نقطتين اخترناهم قبل شوي من الرسمة، 80 ناقص 20 على 8 ناقص 2 60 على 6 10 أوم. نستنتج انه الميل شو يساوي؟ الميل طلع 10 أوم. مين اللي كان عندنا 10 أوم بخلال هاي التجربة؟ اللي كان عندنا 10 أوم وما غيرناه هو المقاومة. المقاومة كانت 10 أوم بالتجربة وما تغيرت. شو طلع الميل بين أو ميل العلاقة بين الجهد والتيار؟ طلع مساوي لمين؟ طلع مساوي للمقاومة. ميل العلاقة طلع نفس المقاومة اللي كانت عندنا بالتجربة. كان عندنا إحنا هلأ بالتجربة لاحظنا إنه الميل يساوي المقاومة. قيمة المقاومة كانت 10 ما تغيرت أثناء إجراءنا للتجربة. هي نرجع لهون، أيها 10 أوم أنا ما غيرتها طول التجربة، ظلت ثابتة. ودائماً ميل العلاقة الخطية ثابت، دائماً ميل العلاقة الخطية ثابت. وهذا النوع من الموصلات بسميه موصل أومي أو موصل خطي، لأنه العلاقة بين الجهد والتيار فيه كانت علاقة خطية. فدائماً إذا كانت العلاقة بين الجهد والتيار خطية يسمى الموصل موصل أومي أو موصل خطي. وأصلاً قانون أوم لا ينطبق إلا على الموصلات الخطية للعلاقة فيها بين الجهد والتيار علاقة طردية خطية. سوري، نيجي دائما نتذكر إنه العلاقة الخطية ميلها شماله ثابت. نص قانون أوم من خلال التجربة على أن التيار الكهربائي المار في موصل، حكيناه قبل شوي برجع بأكد عليه، يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبات درجة الحرارة. كيف بترجمه لقانون رياضي؟ المقاومة تساوي فرق الجهد على التيار. قانون أوم الرياضي، المقاومة برمز لها بالرمز ميم، فرق الجهد جيم والتيار تا. وحدة قياس الجهد فولت معروف، ووحدة قياس التيار أمبير، حكيناها من المرة اللي فاتت. فتطلع وحدة قياس المقاومة فولت لكل أمبير، وتسمى الأوم نسبة إلى العالم أوم. طبعا بنرمز لها بالرمز أوميجا، أخذناها بيتامين ومش جديدة. نروح لقانون أوم الرياضي. من قانون أوم الرياضي بقدر أستنتج العلاقات بين الجهد والمقاومة والجهد والتيار والتيار والمقاومة. طبعاً دائماً لما يكون عندي ثلاث عوامل لازم أثبت واحد وأدرس علاقة بين عاملين. قبل شوي إحنا ثبتنا المقاومة، درسنا العلاقة بين الجهد والتيار. شو طلعت العلاقة بين الجهد والتيار؟ علاقة طردية. كل ما زاد الجهد بيزيد التيار بثبات مين؟ بثبات المقاومة. طيب لو بدي أدرس العلاقة بين المقاومة والتيار، مين راح أثبت العلاقة بين المقاومة والتيار؟ بثبت الجهد. إذا الجهد ثابت شو بدها تكون العلاقة بين المقاومة والتيار؟ كل ما زادت المقاومة بقل التيار بثبات مين؟ بثبات فرق الجهد. طبعا هون احنا انا معلمتكم من قبل انه انا من خلال القانون الرياضي بقدر اعرف شو نوع العلاقة. إذا التنين بالبسط وبيناتهم يساوي معناته العلاقة طردية. الواحد بالبسط وواحد بالمقام والبيناتهم يساوي معناته العلاقة عكسية. اوكي، مشان هيك العلاقة بين المقاومة والتيار عكسية بثبوت مين؟ بثبوت الجهد. طيب لو بدي أدرس العلاقة بين المقاومة والجهد، أنا بقدر أكتب قانون أوم مثلاً جيم يساوي مين في تا، عادي لو ضربنا ضرب تبادلي. جيم تساوي مين في تا. شو العلاقة بين المقاومة والجهد؟ المقاومة والجهد تنين بالبسط تنين فوق، بيناتهم يساوي معناته علاقة طردية. كلما زادت المقاومة زاد فرق الجهد. بثبوت مين؟ لازم أثبت عامل من الثلاث عشان أعرف العلاقة. بثبوت التيار الكهربائي. إذن عندنا ثلاث علاقات، إذا زادت المقاومة بقل التيار بثبوت فرق الجهد، هذا بنستخدمه بتوصيل التوازي. وإذا زاد فرق الجهد بزيد التيار بثبوت المقاومة، وزي ما عملنا بالتجربة قبل شوي. وكلما زادت المقاومة زاد فرق الجهد بثبوت التيار، هذا بنستخدمه غالبا في توصيلات التوالي. طبعا احنا ما رح نحكي هاي السنة عن توصيلات التوالي والتوازي، الاشياء اللي موجودة بسيطة احنا اخذناها بتامين، رح تاخذوها بصفوف اكبر بشكل مفصل. نيجي للمقاومة. صرنا ساعة بنحكي عن المقاومة، واستنتجنا انه العلاقة ميل العلاقة الخطية ميل العلاقة بين التيار وفرق الجهد بيعطيني المقاومة. بس شو هي المقاومة؟ دخلت المقاومة في قانون أوم. ما المقصود بالمقاومة؟ اخذناها بصف ثامن وبنرجع بنحكي عنها هلا وبنذكر.
المقام الكهربائية عبارة عن ممانعة الموصل لمرور الشحنات من خلاله. الوضع الطبيعي إنه الشحنات داخل الموصل حركتها حركة عشوائية، لما بتترتب وبدها بربط هذا الموصل ببطارية أو مصدر فرق جهد راح تترتب، وهي عم تترتب شو بده يصير بناتها؟ بده يصير بناتها تصادمات. التصادمات اللي بتصير بين الشحنات أثناء مرور التيار الكهربائي في موصل، هاي رح تؤدي إلى حدوث المقاومة الكهربائية. كل ما زادت التصادمات، كل ما صار في عندي مقاومة أكبر، وكل ما صار في عندي ممانعة أكثر لمرور التيار الكهربائي. فالمقاومة هي عبارة عن ممانعة الموصل لمرور الشحنات الكهربائية خلاله. هاي عندي أنا مثلا بهاي الرسمة موصل، هذا يمثل الجهد اللي هو مصدر طاقة، مصدر فرق جهد اللي هو مثلا بطارية. مجرد ما ربطت الموصل بمصدر للطاقة ببطارية، الشحنات اللي جوا رح تترتب وتتحرك باتجاه واحد. هاي الشحنات أثناء ترتيبها وتكوينها للتيار رح يصير بيناتها تصادمات. هاي التصادمات كل ما زادت بتزيد مقاومة الموصل، طبعا نتيجة تصادمها مع بعضها وتصادمها مع ذرات الموصل نفسه. أوكي، فالمقاومة ممانعة الموصل لمرور الشحنات، ووحدة قياسها هي الأوم، حكينا ويرمز لها بالرمز أوميجا. وكيف تنشأ المقاومة الكهربائية في موصل فلزي؟ نتيجة تصادم الشحنات مع بعضها البعض أثناء ترتيبها ومع ذرات الموصل اللي هي مكونة لإله. أنواع المقاومات عندنا نوعين، في عندنا مقاومة ثابتة وعندنا مقاومة متغيرة. الثابتة برمزلها بالدارة بهذا الرمز، والمتغيرة برمزلها بنفس الرمز بسميها ريوستات المتغيرة، ولكن بحط سهم دليل على إنها مقاومة متغيرة. اللي هلأ استخدمناها في التجربة كانت مقاومة ثابتة. نيجي للعوامل اللي بتعتمد عليها المقاومة. المقاومة بتعتمد على 4 عوامل أساسية. طبعا احنا نستخدم موصلات فلزيه مثل الاسلاك النحاس اللي نستخدمها في التوصيلات في تجاربنا. هذا الموصل شكله اسطواني، لو كبرته رح يطلع عندي عباره عن اسطوانه، والاسطوانه لها طول ولها مساحه مقطع. طول الاسطوانه رح ارمز له بالرمز لام، ومساحه المقطع اللي هي الف هون، بس اللي هي عباره عن دائره. انا يعني اذا اخذنا سلايد من اسطوانه رح يعطيني دائره، فهي عبارة عن مساحة المقطع، هاي الدائرة هون اللي لونها أورنج. مقاومة النوعية اللي هي نوع المادة، مش يعني المقاومات الفلزية أنواع، مش دائما مصنوعة من نفس المادة، فحسب نوع المادة بتختلف المقاومة. ودرجة الحرارة طبعا أيضا بتأثر في بعض أنواع الموصلات مش في جميع الأنواع. فأول عامل رح نحكي عنه اللي هو طول الموصل. كل ما زاد طول الموصل بتزيد مقاومة. ليش؟ نتيجة زيادة عدد الشحنات. لما بزيد طوله بزيد عدد الشحنات فيه، لما بزيد عدد الشحنات بتزيد التصادمات. مجرد ما زادت التصادمات بدها تزيد المقاومه. هي اول عامل اللي هو الطول والعلاقه طرديه. العامل الثاني مساحه مقطع الموصل والعلاقه عكسيه، يعني هاي الدائره كل ما كانت اكبر راح تكون المقاومه اقل. ليش؟ بس بنشبهها دائما بمسارب السياره. مسارب السيارات لما يكون الطريق 3 مسارب زي لما يكون مسرب او 2، وين التصادمات اكثر؟ لما تكون الطريق مسرب واحد تكون التصادمات بين السيارات كثيره، على اعتبار انه السيارات شبه الشحنات والمسارب نفسها مساحه المقطع. مسارب الشارع، الشارع العريض في مجال اكثر ما في تصادمات كثير بين السيارات، الشارع الضيق المسرب الواحد راح يكون مجال التصادمات بين السيارات أكثر. نفس الشيء هون عندنا في الموصلات، كل ما كان مساحة المقطع أكبر التصادم بين الشحنات بقل، بتقل المقاومة. فمعناته العلاقة عكسية بين مساحة المقطع والمقاومة، كل ما زادت مساحة المقطع تقل المقاومة. ونوع مادة الموصل حسب شو نوع المادة. حكينا الموصلات في منها أنواع مختلفة، كل ما تغير النوع رح تتغير المقاومية، اللي هو المقاومية هي نفسها المقاومة النوعية، تعتمد على نوع المادة. أوكي، كل ما زادت المقاومية بتزيد المقاومة، بتقل الموصلية، يعني بصير التيار أقل اللي بيمر في هذا الموصل بزيادة مقاومته ومقاوميته. نروح للعامل الرابع اللي هو درجة الحرارة. قلنا في مواد تتأثر بدرجة الحرارة بأنها بتزيد مقاومتها مثل النحاس، في مواد درجة زيادة درجة الحرارة بتقلل مقاومتها مثل الكربون، في مواد ما بتتأثر ب اختلاف درجة الحرارة، مقاومتها بتضلها مثل ما هي. فحسب أنواع المواد تتأثر، في منها بتأثر بدرجة الحرارة وفي منها ما بتأثر بدرجة الحرارة. هلأ هون في شوي هيك رسم بس تفصيلي، بنرجع نأكد على العوامل اللي بتعتمد عليها المقاومة من خلال قانون رولا. هذا قانون رولا رح تاخدوه بصوف أكبر. R تمثل المقاومة ريزيستنس، وهون عندك اللينكس طول الموصل، والA area اللي هي مساحة مقطع الموصل، وهون الريزيستيفيتي اللي هي المقاومية أو المقاومة النوعية.
هلا بدي اثبت، دائما لما بدي ادرس علاقه بين اثنين بثبت الباقي. انا بدي ادرس العلاقه بدايه بين المقاومه ومساحه المقطع، واثبت الطول واثبت نوع الماده. لم كل ما زادت مساحه المقطع، المقاومه شو عم بيصير فيها؟ عم بتقل. كل ما قللت مساحه المقطع، المقاومه شو بصير فيها؟ بتزيد. هون العلاقه عكسيه، كان عن واحده من العوامل اللي هي مساحه المقطع، العلاقه عكسيه. الطول، كل ما زدت الطول ايضا شو حكينا؟ العلاقه طرديه، بتزيد المقاومه. كل ما قللنا الطول بتقل المقاومه بثبات مساحه المقطع وثبات مين؟ نوع الماده اللي هي المقاومه. لما اغير نوع الماده، كل ما زادت مقاوميه الماده بتزيد المقاومه. كل ما قلت مقاوميه الماده بتقل المقاومه بثبات طول الموصل ومساحه مقطعه. اوكي، هيك بنأكد رجعنا على العوامل اللي بتعتمد عليها المقاومه. المقاومة الكهربائية، فكر صفحة 55. هلا قلنا انه وحدة قياس المقاومة هي الأوم، ما المقصود بالأوم؟ كيف بحصل على الواحد أوم؟ برجع لقانون أوم، المقاومة تساوي جهد على التيار، كيف هاي بدها تطلع واحد أوم؟ لما يكون الجهد واحد فولت والتيار قديش؟ واحد أمبير، فعبارة عن مقاومة موصل يمر فيه تيار مقداره واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت. هذا تعريف الأوم الواحد. طب إذا بدي تعريف الستة أوم، شو بدي أحكي؟ مين بدي أغير بس؟ رح أغير فرق الجهد وأخلي التيار دائماً واحد أمبير، بس رح نغير مين؟ فرق الجهد. بدي 6 أوم، بحكي مقاومة موصل يمر فيه تيار مقداره واحد أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 6 فولت. أوكي؟ من القانون بقدر أعرف الأوم والستة أوم. هم نتذكر قانون أوم، الجهد المقاومة تساوي الجهد على التيار. وهلأ رح نستخدم هذا المثلث اللي عنده مشكلة بضرب التبادلي، تقدر تستخدم المثلث. هلأ رح نشوف لقدام بالحل. أوكي، وضروري هون ننتبه على الوحدات اللي بدي أكتبها داخل التعريف. ما بصير أنا أكون عم بعرف الأوم وأكتب أوم داخل التعريف، هون واحد أمبير هون واحد فولت، هون واحد أمبير هون ستة فولت، ما بصير أكتب أوم داخل تعريف الأوم. هلأ في عنا مثال بصفحة 57-62، مثال 63 صفحة 59، تطبيق على قانون أوم الرياضي. خلينا نشوف بالفيديو اللي رح يجي هلأ بهذا السلايد. 63 صفحة 57 يا عاشر، مثال بسيط، مصباح كهربائي مقاومته 1.6 أوم، المقاومة ميم، احسب فرق الجهد بين طرفيه كي يمر المطلوب فرق الجهد اللي هو جيم، كي يمر فيه تيار مقداره 7.5 أمبير، هاي قيمة التيار. هل يمكن استخدامه في المنزل أم في السيارة؟ هلأ بدنا نشوف من الجواب. أوكي، عندي المقاومة تساوي 1.6 أوم، وعندي التيار يساوي 7.5 أمبير، والمطلوب منك تطلع فرق الجهد قديش. طبعا هون برضو رح نستخدم المثلث، يا إما عادي بتستخدمي القانون الأساسي اللي هو ميم يساوي جيم على تا، وبتضرب بضرب تبادلي، أو بما إنه مطلوب الجهد عشان أختصر على حالي خطوة بغطي الجهد، الجهد يساوي ميم ضرب تا. إذن هون عندنا الجهد، رح أستخدم قانون الجهد يساوي ميم ضرب تا. ميم عندي إياها 1.6 ضرب التيار قيمته 7.5، هذا رح يساوي لي لما تضرب 1200 الفاصلة بعد منزلتين، فبصف الجواب 12 فولت، هاي قيمة الجهد. طبعا هذا فرق جهد مساوي لفرق جهد بطارية السيارة، عشان هيك رح يكون للسيارة. 6-3 صفحة 59 برضو بيحكي عن قانون أوم، وصلت مقاومة مقدارها 6 أوم، عندك المقاومة 6 أوم في دارة كهربائية، فكان فرق الجهد بين طرفيها هي جيم يساوي 3 فولت، جد مقدار التيار الذي يسري في الدارة، بدهم تا، وما مقدار المقاومة اللازم للحصول على تيار يساوي 3 أضعاف التيار السابق. خلينا نشوف أول شيء الفرع الأول، عندي المقاومة تساوي 6 أوم، وعندنا الجهد يساوي 3 فولت، والمطلوب تطلعي قيمة التيار قديش. برضه رح نستخدم المثلث، التيار شو بده يساوي لي؟ إذا بدي التيار بقانون أوم بغطي التيار، التيار يساوي جهد على مقاومة، أو استخدم القانون الأساسي وأضرب ضرب تبادل، ما في مشكلة. التيار إذن يساوي الجهد على المقاومة، الجهد قيمته عندنا 3 على المقاومة 6، هذا رح يعطيني نص، والنص هي نفسها 5/10، نص صح أو 5/10، وحدة قياس التيار أمبير، هاي قيمة التيار. المطلوب الثاني من السؤال 2 بيقول لك إذا بدنا نزيد التيار لثلاث أمثال التيار السابق، ثلاث أمثال التيار السابق كان التيار الأول نص أمبير، قديش ثلاث أمثاله؟ بضرب بثلاث، ثلاث في نص، قديش بتصير قيمة التيار الجديدة؟
واحد ونص امبارح، حكينا انه العلاقة بين التيار والمقاومة علاقة عكسية، واللي ثابت هون مين؟ الجهد، جيم ثابت نفسه ما رح يتغير، 3 فولت. والمطلوب قديش المقاومة لازم تصير؟ المقاومة حكينا تساوي قانون المقاومة اللي هو قانون اوم، ميم تساوي جيم على تا. الجهد يساوي 3 على التيار الجديد 1.5، هاي رح تعطيني 2 اوم. هاي المقاومة اللي بتلزم مشان احصل على تيار يساوي 3 امثال التيار الاول. بنلاحظ بهذا المثال إنه كان الجهد ثابت، شو صار بالعلاقة بين التيار والمقاومة؟ التيار كان بداية نص أمبير، زدته لثلاث أمثال قيمة صار 1.5 أمبير. المقاومة كانت 6 أوم، صارت 2 أوم بعد ما زدت التيار. يعني لما أزيد التيار لثلاث أمثال قيمته، المقاومة رح تقل لثلث قيمتها. لو زدت التيار لمثلي قيمته، المقاومة رح تقل إلى نصف قيمتها. بشو حكينا إنه العلاقة بين المقاومة والتيار عكسية بثبوت الجهد، فهمنا ننتبه لهاي النقطة. لما زدنا التيار لثلاث أمثال قيمته، المقاومة قلت إلى ثلث قيمتها، كانت 6 صارت 2. لو زدت التيار لأربع أمثال، المقاومة رح تقل إلى الربع، وهكذا، لأنه العلاقة بين المقاومة والتيار عكسية بثبوت الجهد. أوكي؟ هلا في عندنا كمان سؤال 7 من أسئلة الفصل صفحة 75 على قانون أوم، تطبيق رياضي. خلينا نشوف أيضا هذا التطبيق بسؤال 7 صفحة 75. قال 7 من أسئلة الفصل 10 صفحة 75، يمر تيار كهربائي مقداره 3 أمبير في مقاومة مجهولة ما بعرفها عندما يوصل طرفها بفرق جهد مقداره 12 فولت، ما مقدار التيار الذي يمر فيها المقاومة نفسها ميم عندما توصل مع فرق جهد مقداره 220 فولت؟ أول شيء لازم أعرف المقاومة اللي بيحكوا عنها. أنا عندي بالجزء الأول التيار يساوي 3 أمبير، وعندي الجهد يساوي 12 فولت. هاد قبل ما أغير فرق الجهد. قديش المقاومة؟ حسب قانون أوم المقاومة شو تساوي؟ حكينا الجهد على التيار. الجهد كم قيمته؟ 12، والتيار كم قيمته؟ 3. 12 على 3 4 أوم، هاي قيمة المقاومة. هذا قبل ما أغير. هلأ غيرت فرق الجهد، مين اللي ضل ثابت؟ المقاومة ظلت ثابتة، المقاومة نفسها قيمتها 4 أوم، والجهد الجديد يساوي 220 فولت. كم التيار اللي راح يمر بهاي المقاومة إذا غيرت فرق الجهد ل 220 فولت؟ عنا قلنا إذا بدي التيار بغطي التيار بالمثلث، التيار يساوي جهد على مقاومة. الجهد الجديد بقول التيار يساوي الجهد على المقاومة. الجهد الجديد 220 على المقاومة 4، أنا طلعتها من الفرع الأول، هاي راح تطلع 55 أمبير. هذا قيمة التيار الجديد 55 أمبير وهو المطلوب. برضه رح نلاحظ بهذا المثال اللي ثابت كان بهذا المثال المقاومة نفسها. غيرت الجهد، زدت الجهد، كان الجهد 12 فولت، زدته ل 220 فولت بثبوت مين؟ بثبوت المقاومة. لما زدنا الجهد شو صار بالتيار؟ كان 3 أمبير، صار التيار 55 أمبير. برضه هون العلاقة بين التيار والجهد علاقة طردية بثبوت المقاومة. إذا لهذا اليوم إن شاء الله يعاشر نكون خلصنا قانون أوم والمقاومة الكهربائية، طبقنا على قانون أوم، عرفنا العلاقة البيانية بين الجهد والتيار وشو ميل علاقة الجهد بالتيار. منحنى الجهد التيار دائما ميله يساوي المقاومة الكهربائية، وبسمي بهاي الحالة الموصل بيكون موصل أومي أو موصل خطي. بتمنى تتابعوا الواجب الإلكتروني على الموقع الأسبوع الجاي إن شاء الله بالموعد اللي رح أبعت لكم إياه، والكل يحله إن شاء الله. المرة الجاي رح نحكي عن القدرة الكهربائية والطاقة الكهربائية. باي باي.